بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ فصل جديد وهو فصل الأسيد بيس بالانس and أكسجين ترانسبورت. كمقدمة عن الموضوع وكمعلومات أساسية بالنسبة للأسيد والبيس، فالأسيد هو المادة اللي تطرح الهيدروجين أيون في المحلول عند التفكك. مثال عليه في هذا التفاعل سنتكلم عليه لاحقا، هذا الكربونيك أسيد أو حامض الكربونيك، فعند التفكك في المحلول راح يطرح الهيدروجين أيون بالإضافة إلى البيكربونيت. فإذا الأسيد هو المادة اللي تطرح الهيدروجين أيون أو الهيدروجين أيونز في المحلول عند التفكك. وبالنسبة للبيس فهي المادة اللي تقبل الهيدروجين أيونز في المحلول. ففي نفس التفاعل العكسي، ولكن التفاعل العكسي هنا البيكربونات تقبل الهيدروجين أيون لتكون حامض الكربونيك أسيد. فإذا هذه البيكربونات الـSO3 هي تمثل البيس أو القاعدة. فإذا الحامض هو المادة اللي تطرح الهيدروجين في المحلول، في حين البيس هي المادة اللي تقبل الهيدروجين أيون في المحلول. فهذا الهيدروجين أيون تركيزه في الاكستراسيلولار فلويد is normally maintained within very close limits. إذا تركيز الهيدروجين أيون في الاكستراسيلولار فلويد في الحالة الطبيعية يبقى محافظا عليه في حدود very close أو قريبة جدا. و to achieve this، لتحقيق هذا، each day the body must dispose of، فإن الجسم كل يوم يجب أن يتخلص من about 20,000 millimole of CO2 generated by tissue metabolism. CO2 itself is not an acid، ولكن combines with water to form the weak acid carbonic acid. فإذا الجسم تقريبا يطرح أو يتخلص من 20,000 مليمول of غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو يتكون by tissue metabolism. CO2 هو بنفسه is not an acid، ولكن when combines with water راح يكون حامض ضعيف وحامض الكربونيك أو الكربونيك أسيد. وأيضا الجسم يتخلص من تقريبا 40 إلى 80 مليمول of non-volatile acids. هاي non-volatile acids في بعض الأحيان أيضا تسمى fixed acids or metabolic acids. هي حوامض produced in the body from sources other than carbon dioxide and is not excreted by the lungs. They are produced from, for example, an incomplete metabolism of carbohydrates, fats, and proteins. All acids produced in the body are non-volatile except carbonic acid, which is the sole volatile acid. إذن كل الحوامض اللي تنتج في البودي هي من النوع non-volatile ما عدا الكربونيك acid اللي هو which is the sole volatile acid، هو الوحيد volatile acid. وكأمثلة شائعة على النون فولاتايل اسيدز
اكل لاكتيك اسيد، اكل فوسفوريك اسيد، اكل سلفوريك اسيد، الاسيتو اسيتيك اسيد اند البيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. وهذني النون فولاتايل اسيدز ار اكسكريتد باي ذا كيدنيز. و هنا قلنا البادي يتخلص من تقريبا 40 الى 80 ملي مول اوف نون فولاتايل اسيدز مينلي السلفور كونتيننج اورجانيك اسيدز which are excreted by the kidneys مثل ما قلنا. اذا تركيز الهيدروجين ايون في الاكسترا سيلر فلويد يجب ان يحافظ عليه في حدود جدا متقاربه، ولتحقيق هذا فان الجسم كل يوم يتخلص من تقريبا 20,000 ملي مول اوف غاز ثاني اكسيد الكربون اللي ينتج من التيشيو ميتابوليزم، وايضا تقريبا 40 الى 80 ملي مول اوف نون فولاتايل اسيدز وهذين اكسكريتد باي ذا كيدنيز. This chapter deals with the clinical disturbances that may arise in respiratory disorders when gaseous exchange in the lung or of O2 and or CO2 or both is impaired, and in metabolic disorders when there is either an excessive production or loss of non-volatile acids or an abnormality of excretion. إذا في هذا الشابتر راح ناخذ ال disturbances the clinical disturbances الاضطرابات السريرية اللي ممكن أن تنشأ بسبب respiratory disorders اللي في هذه الحالة راح يصير اعتلال أو تأثر للغاسيوس إكسشينج في اللنج لغازات الـ O2 والـ CO2 أو كلاهما. وأيضا الـ Metabolic Disorders اللي ممكن أنه يصير either excessive production or loss of non-volatile acid or an abnormality of excretion. بالنسبة للـ transport of carbon dioxide نقل ثاني أكسيد الكربون، فلو وضعت لكم هذا الفيجر اللي يوضح عملية نقل ثاني أكسيد الكربون، هذا الفيجر متكون من جزئين، الـ A CO2 transport from tissues والـ B CO2 transport to lungs. مثل ما تعرفون انه غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج في الـ tissue cell وجسم يتخلص منه عن طريق الرئة lungs، ولهذا يحتاج انه ينقل من الـ tissue cell الى الـ lungs. الآن راح نتكلم عن هذه العملية، عملية نقل غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الفيجر بالنسبة للـ A الـ CO2 transport from tissues، فهنا في الفيجر هنا الـ tissue cell و هذه الشكل الدائري يمثل كرية الدم الحمراء في داخل الكابيلاري أو الأوعية الشعرية الدموية، وهذا الكابيلاري وول هذا الجدار الكابيلاري الوعاء الدموي الشعري. ف CO2 produced in tissue cells diffuses freely down a concentration gradient across the cell membrane into the extracellular fluid and red cells. إذن هذا CO2 produced في ال tissue cell و diffuses freely across the cell membrane down a concentration gradient يروح لل extracellular fluid و لل red cells. هذا gradient
This gradient is maintained because red blood cell metabolism is anaerobic, so that no CO2 is produced there and the concentration remains low. فهذا concentration gradient اللي ده يصير maintained because the RBC metabolism مالتها is anaerobic. ولهذا no CO2 produced there. والconcentration لها يصير يظل low في ال RBC. ولهذا راح يصير ال concentration gradient وال CO2 diffuses freely across the cell membrane into the extracellular fluid and red cells. بعد ذلك the following reactions then occur. التفاعل الأول CO2 زائد H2O وينتج حامض الكربونيك أسيد H2CO3. وفي الفيجر هذا الـ CO2 من يصل إلى الـ RBC يتحد مع الماء الـ H2O لينتج الكربونيك أسيد. The hydration of CO2 to form carbonic acid is slow. فهذا التفاعل يكون slow except ما عدا in the presence of the catalyst carbonic dehydratase, also known as carbonic anhydrase. إذن هذا التفاعل is slow فيما عدا الحالة اللي وجود في حالة وجود الانزيم اللي هو الكربونيك انهيدريز او الكربونيت انهيدروتيز. This limits its site in the blood mainly to erythrocytes where carbonate dehydratase is located. وهذا سوف يحدد مكانه في البلد, مكان هذا التفاعل, حدوث هذا التفاعل في البلد mainly to erythrocytes where carbonate dehydratase is located. إذن هذا راح يحدد مكان التفاعل هذا في البلد أنه يحصل بشكل رئيسي في كريات الدم الحمر بسبب وجود هذا الإنزيم الكربونيت dehydratase هناك في الـ RBC. بعد ذلك التفاعل الثاني, reaction 3-2 اللي هو ال H2CO3 هذا الكربونيك أسيد اللي حيصير ب الايونيزيشن ويعطي الهيدروجين زائدا البيكربونات. هذا ال H2CO3 يعطي الهيدروجين ويعطي البيكربونات. The ionization of carbonic acid then occurs rapidly and spontaneously. وهذا يحدث بسرعة وبشكل تلقائي. The hydrogen ions are mainly buffered inside the red cells by hemoglobin. هذا الهيدروجين ايون يصير ب buffered, mainly buffered و inside the RBC by hemoglobin. HB is more effective buffer when deoxygenated. So its buffering capacity increases as it passes through the capillary beds and gives up oxygen to the tissue. الهيموغلوبين يكون more effective buffer في حالة انه يكون deoxygenated. عندما يكون منزوع الأكسجين deoxygenated. ولهذا الـ buffering capacity ما تزيد عندما passes through the capillary beds, عندما passes
في منطقة الأوعية الشعرية الدموية و gives up oxygen يعطي الأكسجين إلى الأنسجة. فعندما يعطي الأكسجين ويصبح deoxygenated الهيموغلوبين يكون تحدث زيادة في البفرين كاباسيتي ويكون more effective buffer. أما بالنسبة للبيكربونات أيون اللي نتج احنا قلنا هذا التفاعل الـ H2CO3 نتج منه الهيدروجين والهيدروجين الهيموغلوبين سواء البفر راح للهيموغلوبين. أما بقى بالبيكربونات البيكربونات راح يصير بي بيكربونات أيونز meanwhile passes from the erythrocytes down their concentration gradient into the plasma. إذن البيكربونات راح تروح إلى البلازما down their concentration gradient تخرج من الإرثروسايت تخرج من الإرثروسايت من الـ RBC down their concentration gradient وتذهب إلى البلازما in exchange بالتبادل مع الكلورايد ions to maintain electrical neutrality. إذن من يطلع البيكربونات يدخل مكانه الكلورايد للحفاظ على الالكتريكال نيوتراليتي. In the lungs في الرئة the PCO2 in the alveoli is maintained at low level by ventilation. الآن عندما يصل الدم إلى الرئة فهذا المقطع الـ PCO2 transport to lungs فهنا هذه الـ RBC وهذا الـ capillary wall وهنا الـ alveolar space in the lung هنا منطقة الحويصلات الرئوية اللي يحصل فيها خروج الـ CO2 فهنا الـ PCO2 في الـ alveoli يكون low by ventilation أثناء عملية التنفس فيكون الـ PCO2 low قليل. The PCO2 in the blood of the pulmonary capillaries is therefore higher than PCO2 in the alveoli. ولهذا راح يكون الـ PCO2 في الـ blood of the pulmonary capillaries في الأوعية الشعرية الدموية اللي موجودة في الرئة يكون higher than يكون أعلى من الـ PCO2 اللي في الـ alveoli في الحويصلات الرئوية. So the PCO2 gradient is reversed. ولهذا الـ PCO2 الـ gradient التدرج مالته راح ينعكس. CO2 diffuses into the alveoli down its concentration gradient and is excreted by the lungs. ولهذا الـ CO2 راح يصير بـ diffusion حسب الـ concentration gradient مالته إلى الـ alveoli والـ alveoli يصير بـ excretion. The above reaction sequence shifts to the left. فإذا هذني التفاعلات اللي تكلمنا عليهن راح تكون في الى العكس يعني بالعكس تمشي الى اللفت فهنا البايكربونات والهيدروجين يتحدون يكونون ال H2CO3 وال H2CO3 راح يعطي ال CO2 وال H2O يعني التفاعل يتجه بشكل عكسي الى اليسار والـ CO2 راح يصير بـ diffusion إلى الـ alveoli. The above reaction sequence shifts to the left. والـ carbonate dehydratase again catalyzing reaction 3-1 but this time to in the reverse direction. إذن نفس الإنزيم اللي سوى التفاعل هذا الـ 3-1 نفس الإنزيم اللي سواه في سابقا عندما
تفاعل الـ CO2 مع الـ H2O وكون حامض الـ H2CO3. الآن نفس الإنزيم يؤدي التفاعل العكسي اللي هو الـ dissociation مات الـ H2CO3 إلى الـ H2O والـ CO2 هنا. هذا بالنسبة إلى عملية نقل الكربون دايوكسيد مثل ما شفنا من التشو سيلز إلى اللنج. Renal mechanisms of bicarbonate reabsorption and hydrogen excretion. The glomerular filtrate contains the same concentration of HCO3 as plasma. إذن HCO3 bicarbonate concentration مالتها في الجلوميرولار فلترات يكون the same as the plasma. At normal HCO3, renal tubular mechanisms are responsible for reabsorbing virtually all this bicarbonate. إذن at normal HCO3 فالـ renal tubular mechanisms تكون هي المسؤولة عن إعادة امتصاص virtually all this HCO3 اللي دا يطلع بالجلوميرولار فلترات. If this failed to occur, إذا هذا فشل, إذا هذا الميكانيزم فشلت, ف large amount of HCO3 would be lost in the urine, resulting in an acidosis and reduction in the body buffering capacity. In addition, the renal tubules are responsible for excreting 40 to 80 millimol of acid per day under normal circumstances. This will increase when there is an acidosis. The mechanism of reabsorption of bicarbonate is shown in figure 3.1. إذن هذا الفيجر يوضح الميكانيزم مال reabsorption of bicarbonate in the renal tubules في الكلى. Renal tubules اللي موجودة في الكلى. HCO3 is not able to cross the luminal membrane of the renal tubular cells. إذن هاي البيكربونات هذا هاي مثلا يمثل الجلوميرولس مثلا, وهذا البلد البي البيكربونات, فالبيكربونات راح تروح بالجلوميرولار فلترات هنا, وهذا الـ renal tubular lumen. فهذا الـ bicarbonate بعد أن يصير في الـ renal tubular lumen يتفلتر من الـ blood ويروح بالـ glomerular filtrate ويصير في الـ renal tubular lumen, فهذا يكون not able to cross the luminal membrane of the renal tubular cells. ما يقدر يعبر الـ luminal membrane of the renal tubular cells. زين هنا أنا أكو hydrogen is pumped from the tubular cell into the lumen in exchange for sodium. هنا أنا أكو hydrogen يخرج في عملية تبادل مع الصوديوم, الصوديوم سيربيري أبزوربشن, في عملية تبادل يطلع مكانه الهيدروجين إلى الرينال تيوبولا لومن. هذا الهيدروجين, the hydrogen combines with HCO3 to form H2CO3, هذا الكربونيك أسيد in the lumen. إذن فهذا الهيدروجين combines with HCO3 وراح يكون هذا الكربونيك اسيد ال H2CO3. بعد ذلك
هذا disassociate to give water and CO2 which readily diffuses into cell to the cell. إذا هذا الكربونيك أسيد يصير disassociation يتفكك إلى ال H2O وال CO2 وهذا ال CO2 راح يدخل إلى ال cells renal tubular cells. In the cell, في داخل هاي cell, CO2 recombines with water under the influence of carbonate dehydratase. هذا الانزيم اللي قلنا عليه. To give H2CO3 مرة أخرى. فهذا CO2 بعد أن يدخل في داخل cell, يتحد مع H2O بمساعدة الانزيم الكربونات dehydratase ويتكون H2CO3 مرة أخرى. وهذا this dissociates to hydrogen and bicarbonate. The bicarbonate HCl3 then passes across the basal membrane of the cell into the interstitial fluid. إذن بعد أن يتكون H2CO3 في داخل الخلايا راح يتفكك إلى الهيدروجين والبيكربونات HCl3 والHCl3 بعد ذلك passes تعبر across the basal membrane of the cell into the interstitial fluid. راح تعبر إلى ال interstitial fluid. في حالة this mechanism results in reabsorption of filtered HCl3 but not net excretion of hydrogen. إذا هذه الميكانيزم مثل ما شفنا أدت إلى عملية ال reabsorption للفلتر هذا الفلتر البايكربونات صار لها reabsorption بهذه الميكانيزم ولكن but not net excretion of hydrogen. The net excretion of hydrogen relies on the same renal tubular cell reactions as HCl3 reabsorption but occurs after luminal HCl3 has been reabsorbed and depends on the presence of other suitable buffers in the urine. إذن يعتمد على وجود other suitable buffers in urine. The main urinary buffer is phosphate, most of which is present as هذا HPO4 وموجود في هذا الفيجر. فهذا ال HPO4 في ال renal tubular lumen. Which can combine with the hydrogen to form H2PO4. And then rather HPO4 it combines with the hydrogen where it can one in H2PO4. وهناك أيضا الأمونيا can also act as a urinary buffer. إذن واحد كان الفوسفات the main urinary buffer is phosphate وهذا الثاني الأمونيا can also act as a urinary buffer. المن هذا need الهيدروجين and is formed by deamination of glutamine in renal tubular cells. إذن هذا يتكون الأمونيا by deamination of glutamine in the renal tubular cells under the influence of the enzyme glutaminase. وهذه الأمونيا readily diffuses across the cell membrane into the tubular lumen. إذن الأمونيا readily diffuses across the cell membrane into the tubular lumen.
هنا ما موضح الأمونيا، ولكن هو نفس الموضوع أنه الأمونيا already diffuses across the cell membrane into the tubular lumen where it combines with hydrogen to form the NH4. This does not pass across cell membrane. هذا NH4 does not pass across cell membranes, so passive reabsorption is prevented. ولهذا ما يصير بيه reabsorption بعد. الجلوتامينيز هذا الانزيم اللي قلنا عليه، هذا الانزيم اللي هو يسوي deamination of glutamine وينتج الامونيا في الرينال تيوبولار سيلز، is induced in chronic acidosis, stimulating increased ammonia production. إذن هذا الإنزيم induced في حالة الـ chronic acidosis ويؤدي إلى increased ammonia production and therefore increased hydrogenic secretion in the form of NH4 ions. Buffering of hydrogen ions, the lungs and the kidneys together maintain the overall acid-base balance. Lungs well kidneys together تحافظ على the overall acid-base balance. However, extracellular fluid need to be protected against rapid changes in hydrogen concentration. الـ extracellular fluid يحتاج أنه need to be protected، يعني ينحمي ضد التغيرات السريعة في تركيز الهيدروجين. This is achieved، وهذا يتم by various buffer systems، عن طريق buffer systems متعددة أو مختلفة. A buffer system consists of a weak acid, weak and incompletely dissociated acid in equilibrium with its conjugate base and hydrogen. مثال على هذا ال weak acid هو حامض ال H2CO3 ال carbonic acid وال conjugate base مالته هي ال bicarbonate ال HCO3. The capacity of a buffer for hydrogen is related to its concentration and the position of its equilibrium, being most effective at the hydrogen concentration at which the acid and conjugate base are present in equal concentrations. Thus, in HB, hemoglobin, where the plasma proteins act as efficient buffers in the blood, since they are abundant and at physiological hydrogen concentration of approximately 40 nanomole per liter have such groups that exist in an appropriate equilibrium. At this hydrogen concentration, the bicarbonate buffer system has an equilibrium that is far removed from the ideal, with bicarbonate HCO3 being 20 times greater than H2CO3 concentration. إذن عند هذا الهيدروجين concentration، فنظام البيكربونات buffer has an equilibrium، يكون التوازن مالته بعيد تماما عن المثالية، مع كون البيكربونات أكبر بنحو 20 مرة من تركيز ال H2CO3 الكربونيك أسيد. ومع ذلك however the effectiveness of the bicarbonate system is greatly enhanced in vivo by the fact that H2CO3 is readily produced or disposed of by interconversion with CO2. إذن ومع ذلك يتم تعزيز فعالية هذا نظام البيكربونات
بشكل كبير في الجسم الحي من خلال حقيقة أن هذا الكربونيك أسيد H2CO3 يتم إنتاجه أو التخلص منه عن طريق التحويل المتبادل مع الـ CO2. Furthermore, physiological control mechanisms act on this buffer system to maintain both PCO2 and bicarbonate concentration within limits and hence to control the hydrogen concentration. إذن علاوة على ذلك تعمل آليات التحكم الفسيولوجي على هذا النظام على هذا النظام البفر سيستم to maintain للحفاظ على كل من ال PCO2 والبيكربونات concentration في حدود وبالتالي السيطرة على الهيدروجين concentration. Any physiological buffer system could be used to investigate and define acid-base status. But the H2CO3 bicarbonate buffer system is the most appropriate for this purpose due to its physiological importance. The Henderson equation simply implies the law of mass action to this buffer system to give هذه المعادلة. وهنا أنا أكو أدكم بالمنهج خطأ مطبع أكو ناقص هنا أنا بالقوس هذا صححت لكم إياه هذا الأشياء بين قوسين مثل هذا هنا زين. The H2CO3 concentration term can be replaced by هذا the H2CO3 can be replaced by the S في PCO2. الـ S هو الـ solubility coefficient of CO2 since H2CO3 is in equilibrium with dissolved CO2 بالتعويض substituting numerical values وقيم عددية في درجة حرارة 37 فالمعادلة تصبح مثل هذه. وهنا الوحدات الهيدروجين كونسنتريشن هاي الوحدة مالت نانومول بير لتر ال PCO2 بالكيلو باسكالز KPA وال HCO3 بالنانومول بير لتر. The changes discussed above are caused by changes in the equilibria of chemical reactions and must be distinguished from the acid base changes that occur as a result of respiratory or renal physiological mechanisms operating to return plasma hydrogen concentration towards normal. إذن تحدث التغيرات التي تمت مناقشتها علاه بسبب التغيرات في توازن التفاعلات الكيميائية ويجب أن تتميز عن التغيرات الحمضية القاعدية التي تحدث نتيجة الآليات الفيزيولوجية التنفسية أو الكلوية التي تعمل على إعادة البلازما هيدروجين كونسنتريشن نحو الوضع الطبيعي. وهنا على سبيل المثال if there is a rise in PCO2 this will be reflected immediately by a rise in both plasma hydrogen concentration and H2O3 concentration due to shift to the right in reactions 3.1 and 3.2 above. فإذا إذا كانت هناك زيادة بال PCO2 بالنسبة لهذه التفاعلات إذا كانت هناك زيادة بال PCO2 فسوف يكون هناك shift to the right يعني التفاعلات هذني راح تذهب إلى جهة اليمين فراح تصير زيادة طبعا الـ CO2 راح يتحد ويا الـ H2O ينتج الـ H2CO3 وكان الـ H2CO3 ديستوشيت ويعطي الهيدروجين والبيكربونات فراح تصير زيادة بالهيدروجين والبيكربونات عندما يزداد الـ PCO2. إذن إذا كان هناك ارتفاع في الـ PCO2 فسوف ينعكس ذلك فورا بارتفاع كل من البلازما هيدروجين كونسنتريشن والـ
SCO3 concentration. The concentrations of hydrogen and bicarbonate are very different. Then تركيز المات الهيدروجين والبيكربونات are very different. الهيدروجين concentration being measured in nanomoles per liter. مثل ما احنا شفنا الهيدروجين يقاس بالنانومول per liter. While the bicarbonate is measured in millimoles per liter. SCO3 يقاس بالmillimol per liter. ولهذا the same rise in each may therefore result in a substantial relative increase in hydrogen concentration but a relatively imperceptible increase in bicarbonate. ولهذا أنه قد يؤدي نفس الارتفاع في كل منهما إلى زيادة نسبية كبيرة في الهيدروجين كونسنتريشن ولكن زيادة غير محسوسة نسبيا في ال HCO3. Only after several hours would the effect of physiological renal and compensatory changes become evident. إذن فقط بعد عدة ساعات سيظهر تأثير التغيرات التعويضية الفسيولوجية الكلوية. إذن هذا الموضوع اللي هو على البفرينج أوف هيدروجين أيونز. والآن نأخذ موضوع الـ Investigating Acid-Base Balance. The acid-base status of a patient can be fully characterized by measuring hydrogen concentration and the partial pressure CO2, PCO2 in arterial or arterialized capillary blood specimens. CO2 is then obtained by calculation المعادلة اللي هي معادلة 3-4. إذن يمكن وصف الأسيد بيس ستيتس للمريض بالكامل بقياس الهيدروجين كونسنتريشن والبي سي او 2 في arterial or arterialized capillary blood specimens. ثم يتم الحصول على ال HCO3 عن طريق الحساب في المعادلة الثلاثة أربعة هذه. Although standard bicarbonate and base excess or deficit are still sometimes reported, these derived values are not necessary for the understanding of acid-base disturbances. Collection and transport of specimens يعني لتجميع بالنسبة للتجميع ونقل العينات. Arterial blood specimens are the most appropriate for assessing acid-base status. However, unless an arterial cannula is in situ, these specimens may be difficult to obtain for repeated assessment of patients whose clinical condition is changing rapidly. Arterialized capillary blood specimens are also widely used, especially in infants and children. It is essential for the capillary blood to flow freely, and collection of satisfactory samples may be impossible if there is peripheral vasoconstriction or the blood flow is sluggish. The patient must be relaxed, while their breathing pattern should have settled after any temporary disturbance.
Example, due to insertion of an arterial cannula before specimens are collected. Some patients may hyperventilate temporarily because they are apprehensive. The blood is collected in syringes or capillary tubes that contain sufficient heparin to act as an anticoagulant. Excess heparin, which is acidic, must be avoided. Excess heparin, which is acidic, must be avoided. If ionized calcium is to be measured on the same specimen, as is possible with some instruments, for calcium balanced heparin must be used. Specimens must be free of air bubbles. Then specimens لازم ما بيها air bubbles, since these will equilibrate with the sample, causing rise in PO2 and a fall in PCO2. Acid-base measurements should be performed immediately after the sample has been obtained, or the specimen should be chilled until analysis. Otherwise, glycolysis with the production of lactic acid occurs and the acid-base composition of the blood alters rapidly. The specimens in chilled in ice water can have their analysis delayed for as long as 4 hours. However, the clinical reasons that gave rise to the need of acid-base measurements usually demand more rapid answers. Then, يجب إجراء قياسات الأسيد بيس مباشرة بعد الحصول على العينة، أو يجب تبريد العينة حتى إجراء التحليل. لأن خلاف ذلك تحدث عملية glycolysis مع إنتاج حامض اللاكتيك أسيد، ولح يتغير التكوين الأسيد بيس للدم بسرعة. يمكن أن تتأخر العينات المبردة في الماء المثلج لمدة تصل إلى 4 ساعات، ومع ذلك فإن الأسباب السريرية التي أدت إلى الحاجة إلى قياسات الأسيد بيس تتطلب عادة إجابات أسرع. بالنسبة للtemperature effects، الأسيد بيس measurements are nearly always made at 37 degree centigrade, but some patients may have body temperatures that are higher or lower than 37 degree centigrade. إذن يتم إجراء قياسات الأسيد بيس دائما تقريبا عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، ولكن قد يكون لدى بعض المرضى درجات حرارة أعلى أو أقل من 37 درجة مئوية. Equations are available to relate the hydrogen concentration in PCO2 and PO2 determined at 37 degrees centigrade to equivalent values that correspond to the patient's body temperature. And then تتوفر معادلات لربط الهيدروجين كونسنتريشن بي سي او 2 والبي او 2 المحدده عند 37 درجه مئويه بقيم مكافئه تتوافق مع درجه حراره جسم المريض. However, preference ranges for acid base data have only been established by most laboratories for measurement made at 37 degrees centigrade. Analytical results adjusted to values that would have been obtained at the patient's temperature according to these equations may therefore be difficult to interpret. If a treatment aimed at reducing an acid-base disturbance, example هذا الصوديوم H2O3
NaSCO3 infusion is given to a severely hypothermic patient, the effects of the treatment should be monitored frequently by repeating the acid-base measurements at 37 degrees centigrade. وإلى هنا نتوقف في محاضرتنا هذا اليوم ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة.